الأسد. نعم. إن تخصيص مسلسلات وأفلام في رمضان للرجال من جهة وللنساء من جهة أخرى فهي كبيرة وشيء لا يتصور أولا، وهو مخالف لكل الأعراف والتقاليد وحتى للشريعة. ففي القرآن هناك ذكر للذكر والأنثى، وفي الحديث هناك النساء شقائق للرجال، وفي العصر الحديث لا يمكن أن نتكلم عن النساء بمعزل عن الرجال. ولتقدم مجتمع ما يجب أن تتضافر جهود الرجال والنساء، والعالم الغربي تقدم لأنه حرر المرأة وجعلها تتعلم وتشتغل، وبالتالي لا يمكن تصور تقدم مجتمع بتخلف المرأة. وهذه النزعة أو الموضة هي بدوية أساسا، وهي موضة يسعى أصحابها للفت الانتباه والتميز، وهذا تميز متخلف لأنه يعود بنا إلى قرون فائتة وبائدة، ولنمر من الإسلام إلى الغرب. فالدول الاسكندنافية التي أعطت كل الحقوق للمرأة هي البلدان الآن متقدمة في محاربة الرجل وفي تعليم الفتاة وفي تعيين النساء في المناصب العليا، من وزير أول إلى وزير إلى برلمانيات إلى آخره. وكما تلاحظون فإن هذه الدول هي التي فيها نسبة الأمية الأقل والفساد أقل والرشوة أقل، وهي التي تتربع على عرش البلدان المتقدمة في جميع الميادين. وكمثال على ذلك تذهب السيدة أو الفتاة